اولا حنايا الغرض كنظن والمطلب ديال كل مغاربه يعيشوا في دوله الحق والقانون وتحترم الحقوق ديالهم والحريات، وانه ما يجيش في اي مناسبه واحد القانون اللي هو قانون طوارئ انه يجي قانون تسلطي، وهو قانون عندنا يريد ان يسمو على القانون الاسمى اللي هو الدستور والقوانين بما فيها القوانين التنظيميه للبرلمان اللي منعتني اليوم كنائبه كنتوفر على يعني شهاده بانني عندي بي سي ار نيجاتيف وكنتمنع. انا اليوم مع جميع المغاربه ومع عدد كبير كاين اللي عنده الامكانيه يتكلم، كاين عدد كبير ديال المظلومين الساكتين اللي هما ما باغينش الاجباريه ديال هذا جواز التلقيح لانه بشكل مباشر يجبرهم على التلقيح وتلقيح اطفالهم وهم ما رافضين. هذا ياك اختياري، خصنا نحافظوا على اختياريه التلقيح ونلغي العمل بهذا الجواز، واننا نتأناو في تلقيح الاطفال لان اللقاح باقي في الطور التجريبي ويمكن يعطينا اعراض ما بغيناهاش لوليداتنا. حنا بغينا وليداتنا غدا يقراو وبغينا يكونوا في صحه جيده باش نبنيو هذا المغرب اللي غتصن فيه الكرامه للجميع. شكرا.